غيناوي احمد شريت بعرض الملعب لوحده تماما حسام عاشور ما بيفكرش يشوط مع رش ليه دايما تغطيه كويسه ومطارده جميله في اللعبه الاخيره احمد عبد العزيز بيضغط عليه كويس في الضغط اللي عامله النادي الاهلي لا مساحه ولا زمن وبالتالي كان الاستخلاص وبسرعه هتاخد النادي الاهلي عايز يسجل هدف بدري بدلا من التوتر لان الجمهور اصبح لا يقبل الاداء الحلو ما دام ما فيش مكسب الجمهور اصبح بيقلق جدا جدا فمان وجيزو يقول لك اجيب جول بدري وبعد كده نتصرف مع بعض انا والجمهور المهم ثلاث نقاط تضيع مره ما تضيع لتاني مره والقائم في قمه التركيز وعماد السيد هو السيد اللقطه الاخيره وجده يخطف الاضواء من الجميع بكره عرضيه كاد ان يسجل كما سجل من ضربه راس صعبه على الحراس سجلها في المقصه من تمرير السيد معوض كاد ان يسجل ولكن القائم يقف الى جانب فاروق عفر وعماد السيد ثم عماد السيد حارس الزمالك السابق الذي قد يعود الى القلعه البيضاء مستقبلا يتصدى ببراعه اذا النادي الاهلي مش مجرد بدايه قويه وخلاص لا ده بدايه قويه ومؤثره مش مجرد سيطره وخلاص بل سيطره ومؤثره بدليل كره عرضيه وضربه راس لجدو انقذت ببراعه تاني من جديد احمد فتحي شوف دخوله في العمق هيعمل ايه جد وتحركاته اكيد مكسب كبير جدا الحقيقه للنادي الاهلي جدو كان غياب دومينيك وعماد متعب هو اللي بيدفع فيه من البدايه لكن هو عموما حالته ممتازه الفتره الاخيره جدو سجل هدف واحد نعم لكن هو في النهايه لعيب كبير مفيش كلام ادي انطلاقه ايمن حفني والحكم خطا على صلاح امين حكم على صلاح امين رؤوف الحوشي بالمناسبه حكم كويس يعني يشهد له بالكفاءه مفيش مشاكل بالنسبه له ابدا ادار هذا الموسم اربع مباريات بخمس مباريات السنة اللي فاتت كان أدار لقاء هي الأولى ليه لنادي الزمالك فاز الزمالك يومها بالثلاثة على سموحة وتمت الإشادة به هذا اللقاء هو أول لقاء يدير هذا الحكم للنادي الأهلي في تاريخه عمره 35 سنة مشروع حكم محترم للمستقبل كرة عالية فوق عماد السيد توقيت ممتاز يمسك بهدوء وبثقة ويبتدي بداية لعب لنادي طلائع الجيش هذه الكرة العرضية من شديد إلاوي والقائم اليمين كان في قمة التركيز جده ما اداش فرصة للتحضير لعبها بسرعة جدا وبرجله الشمال فيها سرعة أداء لكن حارس المرمى كان نايم جنب القائم اللي أنقذ اللعبة الأولى فأنقذ الموقف ببراعة شريف إكرامي ابن كوكي شريف إكرامي إكرامي ده هو كوكي وكوكي دي كلمة طبعا الدلع اللي يعرفها أقرب الأقربين للنجم الكبير إكرامي وحش أفريقيا واسألوا الكابتن زيزو اسألوا الكابتن الخطيب اسألوا نجوم الزمن الجميل للنادي الأهلي فإكرامي هو كوكي فابن كوكي ابن وحش أفريقيا هو شريف إكرامي يعود لحراسة مرمى النادي الكبير محاولة تاني ومن جديد تاني على طول عبدالله السعيد بتضغط عليه تطلع على طول تبقى ثاني التماس احمد عبد العزيز الباك الشمال هو اللي ضغط عليه في اللعبه الاخيره بقى لعب رقم ثلاثه احمد طلعت بره لما طلعتش احمد فتحي خلاص اتعود يرفع برجل الشمال احمد بيعملها زي الشوطه كده شويه ولكن انقاذ على طول في الوقت المناسب ضغط النادي الاهلي لم يمر طلائع الجيش لنص ملعب الاهلي الا من لعبه وجا منها خطا نلعب في 8 دقائق كلها باللون الاحمر وليد سليمان من بتروجيت الى انبي الى الاهلي سجل هدفين هذا الموسم والصدفه في بتروجيت وفي انبي نقول مبروك لانبي عوده الروح وعوده الانتصارات حسين امين حقق انتصار بعد رحيل المدرب الخلوق مختار ثم جاء حسام البدري وحقق انتصار تاني بالامس وان كان موجود في المباراه الاولى برضه حسام البدري ولكن من بعيد ضربة ركنية للنادي الاهلي ضاغط بقوة ولكن على طول سهلة من جده في ايد عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش النادي الاهلي هو السيد البطولات في الفترة الاخيرة 7 سنوات متتالية بطولة الدوري خلاص الموضوع منتهي ومعروف لكن طلائع الجيش السنة اللي فاتت ترتيبه كان التاسع اللي قبلها كان التاسع وده تاني اسوأ ترتيب لي بعد الموسم الاول لي كعاشر في موسم 2004-2005 اول هدف انه اول هدف موسم اول موسم تاني في لعبة بسيطة وسهلة فجأة الكل فجأتنا كلنا احمد فتحي يصدق على اول اهدافه هذا الموسم
الموسم. على يسار حارس المرمى احمد عماد السيد، لتسعد جماهير النادي الاهلي باول الاهداف، والسعاده الكبيره تاتي لمحمد شوقي باتفاق مع احمد فتحي، بينما جماهير الاهلي في قمه السعاده. لما لا، في لعبه جاءت اخيره وضربه راس حولت الاتجاه من راس سامح حسن لتغير الاتجاه. نعم، لم يسجل جده ولم يسجل ابو تريكه، بينما جاء التسجيل براس سامح حسن ليكون اول اهداف اللقاء. نعم، اول اهداف اللقاء. رب اكفني شر اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل بهم. وكان ده لسان حال عماد السيد بعدما سجل في مرمى سامح حسن ضربه راس قريبه من ضربات راس جمال عبد الحميد وعلى ابو جريشه وحماده المصري ومسعد نور والنجوم الكبار دول كلهم. عموما هدف اول للنادي الاهلي نتيجه الضغط ليتقدم طلائع الجيش، ليتقدم وائل ايمن حفني اللاعب الموهوب، ضغط قوي عليه، الاهلي ياخدها بسرعه ويعود للسيطره من جديد. تاني على طول عميقة، عبد الله السعيد يقف يأجل، محمد بركات قاعد بره، أبو تريكة يعود للمساندة. تاني على طول عميقة، لمسة واحدة، وليد سليمان دايما بيستلم بحركة، وليد دايما بيستلم بحركة، عبد الله السعيد دايما بيحب يلعب الحاجات اللي في العمق، تعود عليها، مسلة صغير قصير. شفت بقى الجمهور هيص ازاي؟ عارفين الجمهور هيص ليه؟ لان النتيجه 1-0، لكن لو اتعمل الكلام ده والنتيجه كانت لسه 0-0 لا ما تترجمش قوي، ودي طبعا رؤيه وحس من الجمهور انه عايز يطمن بعد كده يستمتع. من هنا لعيبه النادي الاهلي كانوا اذكياء، اجلوا المهارات والشكل الحلو الجميل لما بعد الهدف، فلقد استحسان الحضور ليس فقط في الملعب بس اكيد امام شاشه قناه النهار لمن يتابع احداث هذا اللقاء، لقاء الاهلي وطلائع الجيش، ختام مباريات الجوله رقم 12. ايمن حفني ولد والخطا لصالح حسام عاشور، الراجل بيرقص وبيعدي وبيروح واللعيب بيقع منه والخطا عليه، يبقى اكيد شادد زائق دايس اهو، بس هو شده. برافو الحكم الحوشي، لان الحكم كان لعيب في نادي دمنهور، زعلان فاروق جعفر لا يروقه، ده انت اكتر واحد مفروض تحس بيه، هو لما غير اتجاهه راح شادد الحيه حسام عاشور بيدل اتنين عطله. الحوشي كان لاعب في ناشئين نادي دمنهور، ادي انطلاقه تاني صلاح امين بدا يتقدم من تاني، ولا انتصار تاريخيا. ايمن حفني، ايمن حفني الموهوب يا ولد، ولكن فين؟ العدد قليل، راح صلاح امين اللي كان في الشمال، عمل مطارده جميله، برافو عليك يا ولد، يقف عليها بشكل كويس ورمي التماس لصالح نادي طلائع الجيش. مساعد الثاني ايمن العقاد يشير برمية التماس فاروق جعفر، جمعه مشهور. خلينا اقول لكم، ما دام الاهلي هيسجل كويس من الهدف جه بدري، خلينا نشوف مباراه مفتوحه شويه، خلينا نشوف ضماركو، خلينا نشوف ايمن حفني وصلاح امين، وممكن يكونوا مثلث مع مرور الوقت مش بس اثنين، وعامر صبري رابحهم، ونلعب مباراه مفتوحه شويه. اهو شفت الزقه دي، شفت اللي فاتت دي مثلا، الحاجات اللي زي دي ممكن ما تبانش في اللقطه الاولى للكاميرا الاولى، لكن كاميرا عكسيه بموقع اخر تنصف الحكم في لقطه من هذه اللقطات. عشان كده بقول للمحللين ارحموا الحكام، كل الحكام برضو ارحمونا شويه مش قوي. انطلاقه تاني، وائل جمعه، وائل، احمد فتحي، حسام عاشور، وائل جمعه، البساطه والسهوله ومبدا الامان. وائل جمعه، حسام غالي رجع ورا بالزاويه ومسافه تدي امان وطمانينه، ده تلت الامان، التلت الدفاعي لورا، وليس سليمان ده تلت الموهوبين بقى، رقص اعمل اللي انت عايزه، مثلثات مربعات مستطيلات شبه منحرفات، تعمل سباكيتي، اعمل اللي انت عايزه فوق في التلت الاخير، لكن في التلت الدفاعي لا، مبدا الامانه. سلام ابو تريك، استلام كويس على طول، تغير الاتجاه من حسام عاشور، بيغير الاتجاه باستمرار حسام، شديد قناوي عمل بس شديد قناوي، راح فين؟ رجع اجل تاني، راح تاني، اتحط في مساحه جميله، الراجل اخر نفسه، خاف من لمسه اليد حسام حسن مع انه كان يقدر يضغط، كان يتعود من جديد، حتى اللقاء قريب كل شيء، جمهور يطالب بضربه جزاء، النادي الاهلي ضابط احسن افضل، هدف مبكر يريح الاعصاب، يطمن النفوس، يستخرج كل ما هو جديد من قدرات اللاعبين على المستوى الفردي، ويبحث يزيع على المستوى الجماعي. مش حاجه ابدا ابدا، ده شديد قناوي هو اللي راح حتى عليه في اللعبه الاخيره. الاهلي هيلعب مع بايرن ميونخ الالماني ان شاء الله يوم السبت القادم الساعه 8 بتوقيت مصر في قطر، وزي ما قلت لحضراتكم قناه النهار ان شاء الله هتكون تغطيه خاصه لاحداث هذا اللقاء. بينما النادي الاهلي تحت 17 سنه بضربه الراس بتاعه جده والقائم، ثم بعد ذلك عماد السيد في اللعبه الثانيه، عبد الله السعيد وضربه ركنيه، محدش واقف بره،
الله 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 الله. أسوأ تنظيم للدفاع من طلائع الجيش وأفضل فكرة من النادي الأهلي عملها الخطيب لحمدي جمعة في السبعينات، لكن كانت من فاول قرب منطقة الجزاء، ودخل حمدي جمعة الباك اليمين للنادي الأهلي في ذلك الوقت وسجل في مرمى الزمالك كفكرة، لكن دي المسافة بعيدة من الضربة الركنية والمسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء، جريت على وش رجل الخارجي وهربت وراحت إلى ضربة المرمى. فكرة كويسة حسام غالي، العقل زينة يا ابني، العقل زينة يا ابني. كابتن زيزو مسك النادي الاهلي فتره، من اجمل البصمات للكابتن زيزو واختياره لحسام غالي ان هو يكون الليبرو ما دام هيتم اللعب بالليبرو. متفقين ان احنا مش عايزين يبقى في لعب بالليبرو في 3 5 2 والكلام ده، لكن ما دام يبقى في لعب في النادي الاهلي الافضل هو حسام غالي، وده اللي اختاره كابتن زيزو، ده اللي صدق عليه مانويل جوزيه مع مرور الوقت حتى وان اختلف في بعض الاحيان، لكن اتفق على ان حسام غالي هو الافضل. المحص والحكم رؤوف الكوشي. الاهلي هيلعب مع باريس سان جيرمان والاهلي هيلعب مع برشلونه، ولكن في بطوله دوليه تنظمها قناه الدوري والكاس والاتحاد القطري واسباير هناك في قطر، ان شاء الله الاهلي هيلعب يوم الاحد القادم مع باريس سان جيرمان في مجموعه واحده، وهيلعب مع برشلونه يوم الثلاث، والمباراتين هيبقوا الساعه 5 وربع بتوقيت القاهره. ده الهدف اللي سجل. قناه الدوري والكاس هتنقل المباراه والبطوله على الهواء مباشره. تعاون ان شاء الله الفتره اللي جايه ما بين قناه النهار وقناه الدوري والكاس، وزياره خاصه ولقاء خاص سيكون ما بين الاستاذ سمير يوسف والاستاذ ايهاب جلال، ومقابله خاصه ستكون مع الاستاذ عيسى الهدني رئيس قناه الدوري والكاس، والاستاذ فاروق الخلدي مدير البرامج والحقوق، وخالد جاسم، وفي تعاون ان شاء الله الفتره اللي جايه في حاجات كتير اللي بيها تعود بالنفع على الاعلام العربي بشكل عام مصريا وقطريا ان شاء الله باذن الله بشكل كويس ان شاء الله. رمي التماس لعب على طول على الايمن القريب على الزاويه القريبه، ثاني على طول حسام عاشور ضغط عليه على طول من ماريانو، لكن حسام بيحجز عليها كويس، الحاجات دي حسام فيها ممتاز، لكن ما تطلبوش منه يعمل باص كله ابداع وخيال، ما تظلموش. يا سلام يا احمد يا فتحي، يا ولد يا ولد، لعيب 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 لعيب، حسب الميعاد حسب الميعاد يا حبيبي، حسب الميعاد جينا، ويا له من ميعاد، ميعاد يسعد كل جماهير الاهلي في كل البلاد. احمد فتحي عامل كره عرضيه كما لو كانت شوطه، ناشن كا يا ابو حميد الله عليك، بينما جده يبرن على قيمته وكفاءته، يسجل ثاني اهداف من ضربه راس صعبه على الحراس، تسعد كل الناس من عشاق الاهلي وما اكثرهم. لكن بص شوف من ناحيه الشمال عامل كره عرضيه لعبها جده بالراس، ومن ناحيه اليمين احمد فتحي واحده فيها بقدرات خاصه وامكانيات خاصه، يا جماله يا جماله، بضربه راس جميله حطها له، يتقدم الاهلي بثاني الاهداف. نعم عنده جد مهاجم هداف، يتقدم ولا يخاف ويسيطر على منطقه الجزاء برا وجوا، لينجح النجم الكبير جده في احراز ثاني اهدافه.